اختار اعظم حارس مصري في التاريخ؟ طبعا من وجهة نظرك انت، كابتن احمد شوبير ولا كابتن ثابت البطل؟ الكابتن شوبير. كابتن احمد شوبير ولا كابتن اكرام الشحات؟ كابتن شوبير. كابتن احمد شوبير ولا كابتن حسين السيد؟ كابتن شوبير. كابتن احمد شوبير ولا كابتن عصام الحضري؟ كابتن عصام الحضري. عصام الحضري ولا احمد الشناوي؟ كابتن عصام الحضري. كموهبه يعني انا شايف ان الشناوي كان المفروض يبقى في حته لوحده خالص يعني، بس كتاريخ وانجازات وكل حاجه لا كابتن عصام الحضري يعني. طيب كابتن عصام الحضري ولا كابتن محمد عبد المنصف؟ كابتن عصام الحضري. عصام الحضري ولا عبد الواحد السيد؟ كابتن عصام الحضري. عصام الحضري ولا نادر السيد؟ كابتن عصام الحضري. عصام الحضري ولا محمد الشناوي؟ كابتن عصام الحضري. عصام الحضري ولا محمد صبحي؟ كابتن عصام الحضري. بالأرقام وبالإنجازات هو رقم واحد يعني، هو حقق كل حاجة في الكورة، وأسطورة من أساطير حراسة المرمى يعني، مع احترام كل الأسماء اللي أنت قلتها، بس هو يعني زي ما بيقولوا كده قفل اللعبة يعني. هنروح بقى فريقك الأوروبي المفضل، ريال مدريد ولا مانشستر يونايتد؟ ريال مدريد. ريال مدريد ولا برشلونة؟ ريال مدريد. ريال مدريد ولا ليفربول؟ ريال مدريد. ريال مدريد ولا ميلان؟ ريال مدريد برضه. ريال مدريد ولا بايرن ميونخ؟ ريال مدريد. ريال مدريد ولا يوفنتوس؟ ريال مدريد. انت ريال مدريد اصلا؟ مدريد اصلا، فكده كده انا مدريد. مش حد بعد مدريد؟ ريال مدريد ولا مانشستر سيتي؟ ريال مدريد برضه خلاص.